السلام عليكم. نائب قائد البحرية الإيرانية: علم بلادنا مرفوع غرب أمريكا اللاتينية يأخذ بخناق أمريكا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت بين المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال نائب قائد سلاح البحرية الإيرانية الأدميرال حمزة علي كيواني يوم الجمعة إن اقتدار بلاده يزداد يوما بعد يوم رغم الضغوط والعقوبات المفروضة على إيران. وأفادت وكالة إيرنا صباح يوم الجمعة بأن تصريحات الإدميرال جاءت خلال مراسم إحياء ذكرى 40 مقتل إحدى المدافعين عن الأمن محمد بور مختاري، والتي أقيمت في مدينة تشالوس شمال البلاد. وجدد القائد العسكري الإيراني التأكيد على قوة بلاده في الوقت الراهن من جميع النواحي، منادي بالوقوف والصمود بالفكر الإسلامي وبوجه فكر أيادي الاستكبار الغربي، خاصة أمريكا المجرمة على حد قوله. وأشار نائب قائد سلاح البحرية الإيرانية إلى أن أصابع البريطانيين والأمريكيين ملموسة في تاريخ الخيانات التي حدثت في البلاد، وقد شعر البريطانيون في 300 عام الماضية والأمريكيون في 200 عام الماضية بخطر الإسلام على مخططاتهم ومآربهم. وأكد الأدميرال كيواني أن إيران تقوم بإنتاج معظم المعدات الدفاعية محليا في الوضع الحالي بحسب الاحتياجات الأمنية الإيرانية، واصفا إياها بأنه دلالة على نقطة قوة إيران الإسلامية. وأشار القائد العسكري إلى أن العلم الإيراني يرفع في غرب أمريكا اللاتينية من خلال البحرية الإيرانية، وكذلك في شمال المحيط الهندي، ليأخذ بخناق أمريكا، مضيفا أن بعد أكثر من 4 عقود على اندلاع الثورة الإسلامية في بلاده نرى سقوط الكثير من رؤساء الدول، لكن إيران تسير على طريق التنمية والاقتدار على حد وصفه. وفي 21 من الشهر الجاري توجه الأسطول 86 التابع للقوة البحرية بالجيش الإيراني الذي يضم سفينتي دانا ومكران إلى البرازيل. وسبق الأدميرال شهرام إيراني قائد البحرية بالجيش الإيراني وأعلن عن تشكيل 3 قيادات محيطية في بحرية الجيش، وأنه لا يوجد سوى مضيقين استراتيجيين حول العالم لم تحضر قوات بلاده البحرية فيهما، حيث طرح خطط إيرانية تقضي بالوصول إلى واحد منهما، خاصة قناة بنما. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.